فمن علي وجد بفضلك سيدي يا من إليه الملتجى والمرجع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هكذا أيها الأحباب استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة من عالمنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته، وأن يجعل كل خطوة خطاها إلى هذا المكان تقربه وترفعه في درجات الجنان إن شاء الله. جاءت هذه الكلمة ضمن فقرات أمسية الليلة نقدمها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية. جينا لنحتفل مع حضراتكم بافتتاح هذا البيت العامر الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من قام وأشرف وشارك على بنائه ولو بالكلمة الطيبة والدعوة الصادقة. أيها الأحباب نختتم فقرة أمسية الليلة، نرفع وأكف الضراعة إلى الله سبحانه، نبقى مع الابتهالات والأدعية يقدمها لنا المبتهل الشيخ علي الحسيني. تقول الشيخ طلعت الثانوية انت كم؟ اربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. راضي عمل في الوش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقول ولا أنا مش عارف يعني. لو انتوا بتحبوا سيدنا النبي مش عاوز دوش ورا وقدام. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إنني أرى وجوهكم النيرة محبة بقلوبكم إلى هذه الأمسية الدينية من قرآن كريم إلى درس مستفاد. وجاءت إذاعة القرآن الكريم وتحمل في طياتها كل الحب والعرفان لكم. هذا البلد الطيب أهلها تخرج منها العملاق الفنان لغاية النهاردة لن أرى مثله ركنا كبيرا وشيخا عظيما فضيلة الشيخ طلعت عبد الموجود هواش.
رجل بمعنى الكلمة كان صدوقا كان رفيقا ورفقته عدة يعني سنوات كثيرة وكان مضيافا حقيقي. أذكركم وأذكر نفسي وإذاعة القرآن الكريم تسمعونها تذكركم بفضيلة الشيخ طلعت عبد الموجود أواش وهو يؤدي من ابتهالات دينية ومدائح نبوية. أعطيت له نصا وكان النص بك أستعين ومن سواك يعين اللي هنقوله النهاردة. فضلت الشيخ طلعت أواش كان يمتاز بقوة الصوت وتورث من بعده فضلت الشيخ عبد الناصر حرق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره وأن هذا البلد الطيب يبدو أنها ميراث ميراث في الأداء والصوت العذب والفن الرفيع. نقرأ الفاتحة لفضيلة الشيخ طلعت أواش. اللي مطلوب من حضراتكم كل من اسمع اسم المصطفى نصلي عليه ونستعان سمع الصلاة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا Oh, I'm not down.
كنتم شاردون ما بدون بك طبعا ده النص اللي قاله سيدنا الشيخ طلعت بمناسبة ذكراه ان فرض علي لازم اقوله بس نصلي بقى على الحبيب ونقول اللهم صل على المصطفى امام العلوم وبحر الوفا بس نقوله مع بعض نقول مع بعض اللهم صل على المصطفى امام العلوم وبحر الوفا Oh
ما بيتجزأش، وخاصة لما يكون القلب بينبض بالحب. وحب ايه؟ ربنا وسيدنا الناس. بتبص تلاقي القلب له دقاته وغير عادية. حب ربنا كل سيدي يا رسول. هكذا إخوة الإيمان بهذه الابتهالات والهدايا التي قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني نأتي إلى ختام أمسية الليلة.
قدمناه لحضراتكم من رحاب المسجد، قدمناه لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية، حتى نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله. لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعبين أوي عندكم.